أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم ينتظر عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك إلى لبنان، حيث يعتزم الشروع في اتصالات كثيفة بدءا بلقاء الرئيس نبيه بري، سعيا لتفعيل العمل الحكومي والبرلماني وضمنها التسويات ذات الصلة. سلام دعا من نيويورك إلى فصل موضوع الانتخاب الرئاسي عن أزمات المنطقة وإبعاد لبنان عن الاستقطابات الإقليمية. كذلك طالبت الدول المانحة بالتزام كل تعهداتها حيال لبنان لمساعدته في أزمة النازحين السوريين، وجدد التزام لبنان محاربة الإرهاب. في الغضون وليد بايك انتقد في شدة من أجهض تسوية الترقيات وقال كفى مزاحا مع العماد عون. أوساط سياسية مطلعة توقعت عودة الاتصالات لإنجاز التسوية ميدانيا في المنطقة، وهنا بيت القصيد وهنا عيون الداخل والخارج على تلك التطورات، حيث جميع الأفرقاء محليا يراهنون عليها أكان في الموضوع الرئاسي أو غيره. في تلك التطورات عروض عضلات ارتفع منسوبها بفعل الدخول العسكري السوري الروسي القوي على خط الأزمة في سوريا، حيث نفذ غارات في وسط الشمال السوري على داعش كما تقول موسكو، بينما الغرب يقول إن سوريا أغارت على المعارضة السورية وليس على داعش. لكن التنسيق العسكري مستمر بين واشنطن وموسكو بحسب تأكيد كيري لمنع الاشتباك والتضارب داخل سوريا. معنا مباشرة العميد ناجم لاعب، رئيس موقع ومجلة الدفاع العربي. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيفك جنرال؟ الحمد لله. اليوم بدنا نبلش من الجوار اللبناني، يعني عروض عضلات عروض جوية، ولكن روسيا دخلت على الخط بقوة. ماذا يعني الدخول العسكري الروسي الجوي حتى الآن ميدانيا في سوريا؟ صحيح، مبدئيا لازم نبلش بالإقليميا حتى تفوت على الوضع الداخلي. نعم. عمليا ما يجري هو مفصلي، شغلة يعني مفصلية الدخول المباشر الروسي. يعني رأينا في السابق أن تعهد الحكومة الروسية بمتابعة تنفيذ برنامج تسليح الجيش السوري والحكومة السورية حتى بعد الأحداث، يعني ما زالت مع الأحداث التي تشهدها دمشق، يعني ما زالت على تعهدها وعلنا تزود الحكومة السورية بالعتاد والسلاح والذخائر. ولكن هذا الدخول له مفاعيل دولية، يعني من بعد ما حشرت روسيا بمسألة أوكرانيا وسيطرت دول حلف الناتو على الجمهوريات السوفيتية السابقة من أوروبا والتي كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي واقتربت من حدود موسكو، والحرب التي يعني شنت على الحرب الاقتصادية التي شنت على موسكو على في عقوبات، وهلا يمكن يصير في مزيد من العقوبات، وكذلك حرب اقتصادية بتخفيض أسعار البترول يعني مما انعكس على الروبل الروسي. لذلك روسيا يجب أن ترد في مكان ما. الرد هو بالدخول إلى المياه الدافئة في المتوسط وتعزيز وجودها في البحر المتوسط من قاعدة بحرية للصيانة العادية للسفن إلى قاعدة بحرية هامة في طرطوس، وإلى السيطرة على مطار حميميم، مطار الباسل يلي كان مطار مدني وهلأ حولوه لمطار عسكري تستقر فيه 28 طائرة مقاتلة روسية، سخوي وميج يعني، وطائرات دون طيار موجودين للأجواء السورية. بس أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي اليوم بيقول، يعني كأنه حكي سياسي وميداني سوا، بيقول إذا كان موسكو تريد الخروج من عزلتها عليها أن تخرج من أوكرانيا، يعني رد عليها أوكرانيا ما رد سوريا. بالضبط، يعني الملف الأساسي اللي كان هو موضوع المباحثات الأساسية اللي الخمسين دقيقة اللي انعقدت بنيويورك ما بين الرئيسين أوباما وبوتين، كان الموضوع الرئيسي أوكرانيا. نعم. مش الموضوع السوري. نعم. كان أوكرانيا. ولكن عضلات بوتين بيّنت للملأ أو للإعلام أن أقوى من عضلات أوباما خصوصا بالموضوع السوري. اي بس ما تنسى انه اليوم يعني المحشور بالدفاع عن نفسه واللي وصلت المياه اللي تحت اقدامه هو الروسي. نعم. يعني اوكرانيا يعني كثير مزعجه قصه اوكرانيا وقطع النفط عن اوروبا على تخوم روسيه، يعني الحرب يعني على تخوم روسيه وليست على حكومه على تخوم امريكا. يعني ما ربح باقتطاع القرم من المنطقه، يعني نحن مش عم نحكي ما ربح، عم نحكي انه يجب ان يرد في مكان ما لاعاده توازن. نعم. الروسي الموقف الروسي الى الموقف الدولي.
إعادته إلى موقف نعم. الدولي. وجوده بالمياه الدافئة هون مهم كتير. مهم كتير. كذلك تمسكه بالورقة السورية، إعادة مسك الورقة السورية هو يمسكها. يعني اليوم الوجود الروسي ما بعرف ليش، يعني الشيء اللي صار مبارح، أول عملية عسكرية صارت مبارح، هي مخطط لها أن تكون على التلال المشرفي على حمص وعلى طريق دمشق حمص يلي مسيطرين عليها داعش. يعني تقصد القتال هي حدود الدولة العلوية؟ لا مش عم بحكي هيك، عم بقول أنا شو عملوا الروس مبارح. مبارح الروس ضربوا في ثلاث أماكن، ولكن أحد الأماكن صابوا فيه الجيش الحر في حمص، ولكن كان المقصود وفق تقارير روسية أن الخطة العمل للطيران الروسي أن يقصف أماكن داعش، وليس ممكن أن يكون بعض الاستخبار والاستعلام من الحكومة السورية جره إلى هذه المواقع، لست أدري مستفيدا منها النظام بهالموضوع. ولكن سأشبه مرحلة مرت فيها منذ حوالي شهرين تركيا مع التحالف الدولي ضد داعش. تركيا لم تكن ضمن التحالف، ولكن عندما بعد مفاوضات طويلة أجراها ديمبسي رئيس الأركان الأمريكي مع الأتراك فتحت قاعدة إنجيرليك للقيام بغارات، واستفادت تركيا ودخل هذا التحالف لضرب داعش. ولكن لم نرى التركي يضرب داعش، لا، رأينا التركي يضرب أخصامه التقليديين يلي هن الأكراد، يلي هن حزب العمال الكردي، ويلي هن حماية الشعب الكردي الوجه الآخر لحزب العمال يلي عم بيخاطب. حتى اليوم التركي يعني راح على غير مطرح، عم بيواجه الحزب العمال الكردستاني بديار بكر وجنوب شرق تركيا، واليوم في مقتل ضابطين تركيين يعني منذ بعض الوقت، انه عم بيحول الانظار، صار ملتهي بالحزب العمال الكردستاني. ما عم يعني مش ملتهي، ما اريد قوله انه هو لم يقصد قتال داعش. نعم، يعني هلا عم ياخذ شيء، يعني عم ياخذ غطاء انه انا عم حارب حزب بحجه قتال داعش، عم يحقق اهداف مزمنه نعم. له ضده. اليوم في سوريا بحجه قتال داعش وتمكين الجيش السوري والنظام ان يكون هو من يقاتل داعش، يجب إزالة من يقاوم هذا النظام للوصول إلى داعش، يعني إزالة المعارضة السورية. وهذا اللي انضرب، يعني ضرب، يعني التدخل سيعاني من مواقف سياسية حادة من الفريق الآخر، لأن ليس الموضوع الذي طرحه في العلن بوتين لمحاربة الإرهاب وداعش وقيام مجموعة من أربعة دول لمحاربة داعش. ما نراه على الأرض هو تمكين النظام السوري من محاربة داعش. يعني هل روسيا دخلت باللعبة اللي لعبتها أمريكا والغرب بأنه كمان بحجة داعش، بيقول لك أنا عم حارب داعش، بيضرب المعارضين أو أخصام الرئيس السوري، بينما اليوم مسؤول روسي ينفي ذلك عمليا ميدانيا. يعني ميدانيا وعسكريا القطع العسكرية التي زود بها الجيش السوري واستحضرت إلى مطار حميميم، أو التي زود بها الجيش، ما هي كدراسة عسكرية؟ نعم. عمليا لما بيجيبوا سوخوي 24 طائرة مقاتلة قاذفة، يعني هيدي حممها قوية جدا، نعم. وتحدث يعني إصابات جيدة وقوية. هذه الطائرات يعني لفتح المجال لفك الحصار عن مطار كويريس الذي يعاني منذ 3 سنوات من حصار من قبل المعارضة السورية بحلب، يعني فتح المجال أمام هذا المطار لإعادة استخدامه أمام القوى السورية. 2، ضرب الأماكن التي تتمركز بها داعش وتهدد طريق دمشق حمص الدولية، واللي شفناه مبارح هذا ضرب هوني. 3، تمكين الوحدات الخاصة السورية من إعادة السيطرة على تدمر وعلى المنطقة القريبة من تدمر، واللي هي منطقة قريتين، واللي هي قريتين سيطر على واللي هي محاصر فيها المطار التيفور يلي كان مطار هام جدا لاستخدامه من قبل الوحدات الخاصة السورية والطيران. نعم. يعني الأسلحة التي استخدمت كانت 90 دبابة يلي ممكن تنظف حول دمشق وتقترب من تدمر وتقوية الوحدات الخاصة بهذا الموضوع، كان طوافات الليلية يلي حكي عنها ويبدو أنها سترد يعني إلى سوريا. دبابة T-90 أكثر شيء متطورة يعني. طبعاً. الـ54 ما بتبين. طبعاً T-72 آخر شيء T-90.
وكذلك الطوافات الروسية هي يعني نجحت متحسسة. سواء بنقل الجنود وسواء باستخدامها كمقاتلة. نعم. الطوافة الروسية في مقاتلة اسمها المي 28 طوافة مقاتلة روسية، هيدي اسمها صياد الليل، يعني هيدي تصطاد بالليل حتى. نعم. تصطاد يعني تستطيع أن تقنص في عندنا أشياء تحسس بتعرف يعني كمان. طبعا لذلك هذا النوع من السلاح، تزويد الجيش السوري بهذا النوع من الأسلحة سوف يحدث فرقا في الحالة السورية. بس هون يعني جنرال بدي أسألك، في وجهة نظر بتقول أنه في تنسيق أمريكي روسي، تنسيق الضرورة، في وجهة نظر بتقول لا في امتعاض أو انزعاج أمريكي، وين القطب المخفية هون؟ هل وين الحقيقة هون؟ يعني إذا رجعنا للوقائع ترجمت الرؤية اللي ممكن نرسمها، ترجمت بالأمس عندما طلب الطيار الروسي إفراغ الأجواء، طلب من الأمريكيين والتحالف انه نحن بدنا نطلع نرمي فرغوا لنا الجو، لم يفرغ الجو ورفض وبنفس الوقت عملوا غاره بشمال حلب، عملوا غاره بشمال حلب، يعني الامريكان انه ما راح يوافقوا للروس على هذا العمل. الامريكان بالتالي مستفيدين من عدم وصول ايران الى الساحل السوري، يعني يعني روسيا افضل ما تكون ايران بالضبط، الساحل السوري ان يمسك فيه من هو له قاعده فيه احسن ما انك تجيب حدا على جديد على الخط وتعمل له قاعدة دجا روسية عندها بطرطوس موجودة، على إذا كان بطرطوس ولا زي مش مشكلة يعني. بالضبط، هذا على الساحل السوري تحديدا، يعني ضمنه وجود السوري. اثنين، ضمنه المفاوضة، فرغ ما تكون مفاوضة صعبة مثل مع إيران راح تصير المفاوضة مستقبلا شئنا أما بينا مع روسيا، مع الروس، يعني هم ممسكين بالورقة السورية. نعم. طالما هم مزودي بالسلاح ولم يتخلوا حتى الآن، وعلنا عم بيقولوا نحن بدنا نزود، يعني هاي البلان بي، يعني البلان بي انا ما عم بحكي بيه، يعني مثلا اذا كانوا عندهم خطه معينه الغرب او حلف الاطلسي، اليوم الخطه تغيرت بس بفضل الروس ان على الايرانيه انه يكونوا متقدمين على الارض. لم يحصل انسحاب ايراني من سوريا. نعم. ما زالت ايران موجوده ودعمها كامل وعلنا وعبر حزب الله وعبر جماعات اخرى، واضح ويعني شيء واضح يعني بالضبط. ولكن ورقه الساحل تحديدا، ما تنسى أنك ساحل ما بين تركيا وإسرائيل، يعني أن تقبل الدولتان بوجود إيراني أو قاعدة إيرانية أو شكل دائم للوجود الإيراني هناك، يعني شغلة صعبة. مش هيك بدي أسألك على التوقيت، يعني شفنا نتنياهو قبل بأسبوع من هالدخول كان راح عمل زيارة لروسيا، بين زيارة نتنياهو والدخول العسكري الروسي الجوي في كان تصريح لبوتين بالولايات المتحدة بنيويورك بيقول أنه نحن نحترم مصالح إسرائيل بالمنطقة وإن كنا قلقين من ضرباتها داخل سوريا. هل برأيك هالأمر الدخول العسكري السوري الروسي كان موجود بمحادثات أو تلميحات بمحادثات نتنياهو بوتين بموسكو روسيا؟ طبعا نتنياهو طلع مشان هالموضوع، مش كان موجود، كان موجود مشان هالموضوع وحاول يبيع أنه نحن منعطيكم معلومات أنه نعم. كل الناس بتعرف عسكريا انه يوجد غرفة عسكرية هامة جدا بالجولان المحتل. نعم. تشرف على كل ما يجري في سوريا وتراقب كل ما يجري، هذا شغلة معروفة. وزار وزير الدفاع الامريكي عندما زار اسرائيل عام 2013 وعلى الاقل بيشوفوا الارمة تبع البيبسي كولا بدمشق من الجولان بيشوفوها بالنظور، يعني هيدي الغرفة اقل شيء متقدمة جدا. نعم. وقلت لك زار الوزير الدفاع الامريكي. نعم. هذه الغرفة يعني تملك معلومات، يعني حاول نتنياهو أن يبيع معلومات لبوتين أنه نحن مستعدين نتشارك نحن وياك بالمعلومات التي تحتاجها في سوريا مقابل أن تزودنا بالمعلومات بمن ينوي قتال إسرائيل سواء بالجولان أو بالجنوب اللبناني، يعني إذا في نية. طبعا بالوضع الحالي اللي موجود هلأ الجيش السوري مربك بوضع بالداخل، ما في قتال مع إسرائيل، وهيدي الضمانة اللي أعطاها بوتين أنه ما في قتال مع إسرائيل حاليا، أكثر من هيك معطي. يعني يمكن نتنياهو كمان بيعتبر حاله انه راح على دولة، اول دولة يمكن اعترفت بالكيان الصهيوني يعني كروسية، يعني نحن نشيد بدعم الاتحاد السوفيتي للدول العربية سابقا، ولكن حاليا الروسي هو بياع سلاح، هو صاحب مصالح مثله مثل كل دول العالم، عنده وضع اقتصادي، مصلحته مع اسرائيل مثل مصلحته، توازي مصالحه مع الدول العربية، هيك بنفهم. اليوم اذا هل نحن يعني في صدد انه زياده العقوبات على روسيا ام انه
هذا الشيء نظري رح يكون هيك. الموضوع الروسي الغربي ما زال متفاقم، وأنا برأيي نحن أمام مرحلة ولوج حرب باردة جديدة، بمعنى اقتصادية وعسكرية. بمعنى اليوم لما تعلن أمريكا، لما إذا ما نرجع ليلتسين، لما قرب كثير من أوروبا أن روسيا هي دولة أوروبية، وسوف أكون منفتحا إلى درجة أستقبل كافة الاقتصاد الأوروبي وندخل يعني إلى أوروبا كاملة. تشوف عم بيغير الصفحة بالضبط تمام. هذا اللي قصده. ولكن جرى بالمقابل طلب تعهد واحد، أنه الدول اللي كانت بالاتحاد السوفيتي السابق الأوروبية ما تصير بحلف الناتو، تصير الاتحاد الأوروبي بس مش بالناتو، لا تصبح دول منخرطة في حلف معادي كيف بالحرب الدرع الصاروخي. هن حلوا حلف وارسو مقابل أن لا تدخل هذه الدول. معنى اليوم وين هذه الدول؟ هذه الدول اليوم موجودة بالناتو، والدوريات الجوية الأمريكية الأوروبية للناتو موجودة بلاتفيا، ببولونيا، برومانيا، بكل الدول، في حلف بجورجيا، في كمان درع صاروخي واصل ببعض المناطق. هذا اللي عند الدرع. درع الصاروخي جرى تركيزه ما بين تشيكيا وبولونيا ورومانيا، نزولا للباتريوت اللي ركب بتركيا، نزولا لإسرائيل. هذا الدرع الصاروخي أقلق موسكو، وحاولت موسكو أن تؤثر، أن تبرر لنفسها لماذا هذا الدرع. فكان الجواب الأمريكي أن هذا الدرع هو ضد الدول المتفلتة والتي من الديمقراطية، يعني الدول المارقة يلي يعني فيها كوريا أو عن قرب لهذه إيران مرة صحيح. يعني بيعلن أنه إيران بيعتمد إيران دولة مارقة، وأصبح لديها جهاز إطلاق، يعني شهاب واحد وشهاب اثنين يلي بيوصل 2000 كيلومتر، يعني إذا صواريخ بعيدة المدى يعني عبر القارات. ماذا لو امتلكت إيران القنبلة النووية ولديها الصاروخ الذي يحمل هذه القنبلة؟ ماذا ستعاني أوروبا؟ أقنع الروس أن وجود الدرع الصاروخي مضاد لهذه وليس موجها ضدها. عرضت روسيا أن تكون جزء من هذا الدرع الصاروخي. إذا هذا الدرع الصاروخي يقلقكم من إيران، فلنشترك بهذا الموضوع. مثل ما عملت بداعش هلا، وكمان فلنشترك بداعش. إنه نشترك. رفضوا ناتو أن يكون سوى مراقب من موسكو موجود بقيادة الناتو وليس في الدرع الصاروخي. اليوم المباحثات الإيرانية الأمريكية وصلت إلى نتيجة هامة. ولم يعد هناك نووي، وقيد النووي الإيراني باتجاه سلمي فقط، ولا مخاطر للنووي العسكري إلا بعد 15 عام. هذا الاتفاقية هيك كانت. الروسي عم بيقول لماذا الدرع الصاروخي؟ نفاجأ اليوم بخبر منذ حوالي أسبوع أن أمريكا بقيد أخذت قرار بتركيب صواريخ مجنحة تحمل رؤوس نووية في ألمانيا. إذن لماذا تركيب صواريخ نووية في ألمانيا؟ هذا ما يقلق روسيا، وهذا ما يدعو إلى حرب باردة جديدة، وهذا ما استقدم الروس إلى المياه الدافئة في المتوسط، وهذا ما يعلنه الروس أن نحن هنا إقليميا الكلام معنا مش مع غيرنا. في الشق الثاني بتعلق بموضوع امدادات الغاز، يعني إن كان بده يمرروه عبر تركيا أو غير تركيا، هل القلق الروسي بعده موجود؟ وهل وجودهم بالمياه الدافئة سوف يقوي ورقتهم أنه يقدروا يدلهم متحكمين بسعر الغاز اللي بيعطوه لأوروبا بغاز بروم وغيرها؟ يعني الأحداث بأوكرانيا سيف ذو حدين، على روسيا كان اقتصاديا ضربة اقتصادية للغاز، خطوط الغاز التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، وكذلك كانت ألمانيا أول متضررة من هذه الأحداث، ومجموعة الأربعة اللي بتحل قصة أوكرانيا. بكرة في عندهم قمة صحيح يعني لإعادة الوضع لما كان عليه. الروس بيخططوا لمستقبل كبير ومش ليوم واثنين، مستقبل قيصري يعني. يعني الروس عندما لاحظوا أن أوكرانيا الحنفية من أوكرانيا سدت عن أوروبا، عملوا الاتفاق فورا مع الصين لعشرين عام بثلاثين مليار دولار لتزويد الصين بالغاز. يعني احنا بس كمان اوكرانيا حتى على رغم المشكل الحكومة الاوكرانية عملت كمان عقد معها، عقد محدود، عقد للداخل مش لاوروبا طبعا. ولكن حاولت تتلافى اوكرانيا وتنزل البترول تبعها عبر
تركيش ستريم نعم اللي بينزل على بحر ايجا وبفوت عبر تركيا، يعني بفوت عبر تركيا على اوروبا. هذا الخط دون عقوبات، واصر الامريكيون على اقفاله وعدم تمكين، لانه يعني الامريكيين عندهم بديل للغاز الروسي، عندهم بديل سواء من الجزائر او من ليبيا او من ليبيا. ولا اعتقد، ولكن انا قرات تقرير لست ادري مدى صحته، ان الاحداث التي تجري في ليبيا حاليا هي اساسا جزء منها هو سبب اقتصادي لاقناع الاتراك بان يكونوا هم مسيطرين على الوضع السياسي، وان يكون البترول الليبي بتصرفهم وعبرهم يدخل على اوروبا. هذه كمان شيء تاريخي، وقت الاتراك كانوا كمان بليبيا من شيء 100 عام كمان الثمانين يعني صحيح. يعني اليوم بوتين كمان لاحظنا انه غمز من زاويه ليبيا، قال لهم طب بشار الاسد منه بليبيا، ليكو ليبيا كيف عندها مشاكل، ما تاخذوا حجه ببشار الاسد. اليوم ما هو مصير الرئيس بشار الاسد؟ روسيا تقول تشدد بقوه على دور الاسد، بينما الولايات المتحده وفرنسا لا مكان للاسد لا في التسويه ولا في مستقبل سوريا. يعني اذا بنحكي عسكريا ما يقلق المنطقه هو داعش. نعم. وهو اللي صار له دوله صار له سنه وما زالت يعني استخدمت 30,000 من قوى داعش من الخارج. لقوى داعش عده عوامل. لعمل داعش هو داعش هي شركة استثمارية استثمر فيها الكل غب الطلب، والجميع استثمروا فيها، الجميع غب الطلب. من أفرج عن سجناء أبو غريب أو من سجناء سوريا الإسلاميين بسوريا أو من الشيشان أو من كل أو حتى إيران، يعني من شان زيادة سيطرتها على مناطق الشيعة العراقية. نعم. كبرت تخويف داعش، كبرت الحجم السني، أو حتى تركيا كذلك لدخول، يعني الكل مين له مصلحة بداعش بالضبط. هلق بعد مرور سنة الكل هلق عم بيراجع حساباته، انه هل هذه الدولة مقبولة؟ علنيا لا، ليست مقبولة. عمليا تركيا هي المرجع الاقتصادي لداعش، وهي عم بتزودها بكافة الامور الاقتصادية، وما في لومة انا اطلبها اقتصاديا طبعاً من هالموضوع. وحدودها بتقول لك انا 800 كيلومتر، ما في حط عسكري على 800 كيلومتر. عقائديا ما في تعارض مع الحكم نوعا ما، دينيا اذا قلنا دينيا. يعني هلا اذا حطينا الاساس هو محاربه داعش، محاربه داعش الوصول له عبر طريقين. الطريق الروسي يقول ان تقويه النظام السوري وتقويه الجيش السوري والجيش العراقي كفيل ب محاربة داعش ضمن منظومة عالمية قوامها جيوش. حتى لافروف يقول انه يعني شدد على دولة سورية علمانية موحدة، يعني عم يقصد ضد داعش، واتفقنا مع كيري على الموضوع، او توافقنا مش اتفقنا. هاي الرؤية الروسية. نعم. الرؤية الامريكية تقول ان تطبيق مبادئ جنيف واحد يلي انعقد ب 30/6/2012 يلي بيقول بحكومة انتقالية كاملة الصلاحية يرضي المعارضة ويخلق حالة مقبولة في سوريا، يعني أن لا يقود النظام هذا الجيش اللي تابع للنظام هذا تحرير داعش. نعم. من بعد ما استهلك الجيش، وبعد ما يعني جزء من الدخول الروسي هو إعادة الاعتبار للجيش السوري وإعادة تقوية وضخ عتاد جديد وأسلحة جديدة للجيش السوري. وإلا يعني الجيش السوري وصل إلى مكان صار فيه صعوبة باعتراف الرئيس الأسد أنه المناطق اللي عم يفقدها صار صعب كتير يرجع يسترجع. عندما أعلن ذلك يعني استنجد بحدا يعني جهات تساعده. طبعا كان في طلب رسمي من روسيا أنها تدخل. يعني هناك طريق الحكومة السورية إن هي تكون الجيش الحكومي هو اللي يدخل على داعش، هو اللي حارب داعش مباشرة، ولكن دون هذه الطريق عقبات كما فصلنا بالأول، أنه بده يخضي على المعارضة يوصل على تخوم داعش، وهذه الشغلة غير مقبولة من كل الدول اللي والمجتمع الدولي والمجتمع الدولي بهالموضوع. والطريق الثاني أن يكون هناك حكومة انتقالية، يعني التفسير الروسي الحل السياسي، يعني الأمريكان قبلوا بالتفسير الروسي للحل لحكومة انتقالية كاملة الصلاحية، يلي إذا تتذكر لما انتهى جنيف واحد طلع وزير خارجية الروسي يقول ما جبنا سيرة الرئيس الأسد، يعني الرئيس الأسد باقي والحكومة الانتقالية
سوف تتم ولكن بوجود الرئيس الأسد. بس ما ارتاحت كثير دمشق لهالموضوع يعني ما بقيت مرتاحة. حاليا يبدو ان المظله الدوليه ان تكون وبلش الكلام بمده زمنيه لقبول وجود الرئيس نعم. الأسد كاميرون بيقول سنة وثمان اشهر الرئيس الأسد يعني هي عروضاتهم الغير غير المباشره لروسيا لأن روسيا ممكن تغير رأيها أنه تعمل مرحلة انتقالية تقبل بمرحلة انتقالية يعني التفسير الروسي لجنيف واحد بده يكون هو الأساس هلأ في العابين لعب بالأمم المتحدة وبلشنا نشوف بوادر يعني بعد اتفاق الزبداني والفوعة وكفرية وتوسيع في كلام هلأ بتوسيع المنطقة نموذج وفي كلام أنه الأمم المتحدة ترعى وفي هي الأمم المتحدة دخلت على الخط ايه وترعى يقول السيد حسن نصر الله نعم. يعني اذا بدها ترعى هذا الاتفاق ماذا بده يوصل يعني بدها تكون هي مسؤوله عن تنفيذه نعم. ومسؤول التنفيذ يعني بدك ممرات خطوة يعني وجود عسكري للأمم المتحدة نعم. جوا هل نحن امام يعني بدا سنه مفاوضات بدا الاهتمام بما تمثله داعش من خطر على دول العالم لانه التوحش يلي عم بيصير وإدارة هذا التوحش اليوم أعدموا كذا واحد يقلق العالم يعني إذا العالم رجع حط إيده بإيد يعني تضامني ما بين الخطين يلي بشكل أنه يكون تفسير الروسي لجنيف هو الأساس ولو المتحدة تمشي بهذا الاتجاه بيكون بيوصل محل صبوا جام جهدهم على داعش مش على شيء تاني طب بيقبل بتقبل القيادة السورية بمفاعيل التفسير الروسي لهذه المبادرة لهذا السياق أو لهذا المفهوم قيادة سورية استنجدت بدخول روسي عسكري إلى صار بيمون عليهم ما عاد إلى هي الموقع الأساسي أقل حابنا نأخذ فاصل إعلاني جنرال ونرجع مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام جنرال نجم لاعب بنرحب فيك مره ثانيه اهلا فيك اذا كانت الدخول العسكري الروسي على سوريا سوف يدفع اكثر الى مفاوضات جديه ومسؤوله برايك هل الاعمال الميدانيه ستستمر مع المفاوضات اذا صارت ام انه المفاوضات والاعمال الميدانيه سوف ترسم النفوذ داخل الدوله السوريه او داخل الجمهوريه السوريه يعني لا شك انه في تصادم خطين مثل ما قلنا ببدايه الحلقه نعم. بالمفهوم يلي كيف لازم يكون في حل عمليا لحد الان يعني ما في بوادر حل الا اذا املنا بالشيء اللي عم بيصير بالامم المتحده هلا يلي عم يرسم عمليا تدخل اكثر للامم المتحده وبوادر توسيع المناطق الامنه يلي ممكن يبطل في عليها قصف او تصير مثل الزبداني كفرية الفوعة هاي المنطقة وتوسيعها هاي دي خطة ديمستورة حاول من شي سنة أول ما بلش يعملها بحلب فشل بحلب هلأ لما في راعيين دوليين وعم بيوافقوا على هالموضوع والمفاوضات صارت بتركيا ما بين إيران وتركيا والمعارضة والحزب الله حول هذا الموضوع يعني اكتسب الموضوع طابع أكبر شوي أعلى يعني قد يؤدي هلأ راح يصير على النار ولا على البارد الدخول السوري دخول الروسي العسكري يبدو انه دخول على النار مش على البارد يعني من اول ما اجوا بلش طيب شو حقيقة ما بيحكوا انه هون راح يكون في نفوذ على ويكون روس لهم وهون نفوذ اخر وهون نفوذ يعني هل هذه يعني قريبة الى الترجمة على ارض الواقع يعني إذا بدك تعود للتاريخ عملياً للتاريخ الحديث يعني من سنة لليوم حمص تغير معالمها كتير وكتير من حمص الجديد وحمص نعم من أهاليها تركوها وفي ناس من غير طوائف هي الحروب سكنوها تغير الديموغرافيا نعم تغير الديموغرافيا حمص وكان كتير خطر أن يكون يعني المطالب اللي عرضت بالزبداني بالتغيير الديموغرافي فجي. بينه وبين الفجي ونحن ما بنقبل فيها عمليا نحن أمام خطر وجود دولة صرف تعيدنا إلى المجاهل مثل دولة داعش وإلى سياسة التوحش شفنا منا يعني لحد الآن بكفي هذه الدولة لازم محاربتها والباقي يعني أنا ضد الكلام عن
نفوذ علوي ونفوذ سني ونفوذ درزي ونفوذ. كل هذا الكلام هو فقط تحليلات صحفية، ولا أعتقد دول عظمى فيها تفوت بهذا الحل ما لم يكن الناس وصلت إلى هذا الوضع يلي هي تطلب أن تكون جماعات. طب العراق بدون ما يطلبوا صارت يعني بين سنة وضحاها مثل ما بيقولوا، صار في هون منطقة عندها عمق كردي، وهون منطقة عندها عمق سني، وهون عند منطقة عندها عمق شيعي، ويعني عم بتصير الأمور على الأكراد بالعراق كل عمهم يعني موجودين لوحدهم وعندهم حكم ذاتي. نعم. بيكبروا بس هلا هلا أكثر بيكبروا بيصغروا الاعتراف فيهم، يعني البنى الاقتصادية عندهم عم تعمر وعم تكبر صحيح عندهم، وكان من ضمن الحكومة ومن ضمن الدستور العراقي الجديد كمان في فقط مع الأكراد في خلاف على محافظة إذا كانت كيف اقتسام السلطة في هذه المحافظة. نعم. ولكن يعني الأكراد عندهم تميز، بس باقي المحافظات ما في خوف عليها. إيه بس في أقليات راح رغم الفرز السكاني ما في خوف عليها. اليوم اللي عم بيصير بالعراق بالمناطق الشيعية ضد السلطة الشيعية اللي موجودة بالعراق أقوى مما يحصل بالخير بالباقي بباقي المناطق. يعني الشعب هو شعب واحد وما فيك تقسمه. طيب الأقليات تأثر الأقليات. أقليات. يعني شفنا نحن يعني الأيزيديين المسيحيون بالعراق شفنا شو صار فيهم. صار فيهم من فيهم من داعش. يعني المهم صار. الخطر من داعش. المهم صار. طيب بسوريا يعني الدروز والمسيحيون يعني شفنا الكنيسة الأرثوذكسية وقت اللي فات بوتين من يومين بطيرانه قامت الكنيسة الأرثوذكسية أثنت على الواجب المقدس. خوف على المسيحيين بسوريا خليها تطلع بيان تقول نصني على هذا الواجب المقدس يعني. وكذلك الدخول على أوكرانيا نفس البتراك اعتبر. نعم. واجب مقدس لحماية الأرثوذكس بأوكرانيا. يعني مثلا يعني أنا أنه عم تأخذ هاي التدخلات الدينية يعني تستخدمها السلطة مش أكتر. نعم. يعني لما تقوي حال السلطة بشيء معين. إذا بنعود على الداخل اللبناني. نعم. اليوم حتى بالصحف بعض المحللين بيقولوا إنه كان هالفريق أو هالفريق، هذا الفريق بيراهن إنه المحور الإيراني السوري الروسي يعني السوري الحكومي الإيراني الروسي إذا تقدم شوي في ناس بلبنان عم بيراهنوا على هالموضوع، إن كان بالمستوى الرئاسي أو بالمستوى الحكم بشكل عام بلبنان. هل فعلا فيها الجو بلبنان؟ وبعض اللبنانيين يعني بعض ما بيعرفوا إنه الدول بتتقاسم المصالح و يعني عمليا لبنان رئيس الجمهورية. خلينا نحكي عن رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كل ما هو في أحداث في سوريا من الصعوبة ما لم يبدأ الحل بسوريا، يعني بعدنا مش على باب حل، عندما نصبح على باب حل بنعكس على لبنان. كل ما نحن مش على باب حل بسوريا إذا طور الحل اللي بلشوا فيه هلق الأمني وطور إلى وضع جنود للأمم المتحدة أو قبول جنود للجامعة العربية أو إعادة ورسم حل لسوريا بأي اتجاه معين بتوافق أمريكي روسي، يعني ساعتها بتأمل إذا في وزوخ يعني لفجر الحل ببلش بالضبط. أنا غير هيك ما عندك. طيب الفرقاء تستقوي أو بتقرأ يعني بيقول لك اليوم أنا خلينا عرق الانتخاب الرئاسي بركي صار في جو إقليمي ملائم مش بإيد، والتاني بيقول لك أنا خليني عرق كداخليا عملية الانتخاب التقنية خلينا عرقلة بركي إجا وقت تكون أنا موجود عنها. ما زالت معرقلة وما يعني القصة كلها الحضور على المجلس النيابي بالانتخاب رئيس. طيب ما بيحضروا. طيب ما في مسؤولية عند اللبنانية داخلية بأنه ولو أنه على الأقل انتخاب رئيس الجمهورية، حتى خليني أقول لك عن الكتلة الوسطية أو الأقل الكتلة اللي هي بين اثنين اللي عندها 16 أو 15 بنية. نعم. ما عليها كمان مسؤولية أنها تروح على انتخاب رئيس مع ايه بس خليني اسال يعني شو رح يقدموا اخر انتخاب رئيس اذا بقينا مقسومين واذا بقي جزء من اللبنانيين عم بيقاتل بسوريا علنا وجزء كمان عم بيروح له ضحايا دون ما يعلن انه عم بيقاتل بسوريا كمان عم بيقاتل بسوريا. بس على الاقل في انتظام للسلطه، وقت كان رئيس ميشيل سليمان كان في انتظام معين للسلطه. اليوم شفنا انه اذا ما بعرف مين بدك تعين، اذا بدك تعمل ورقه انه رئيس الجمهوريه، عدم وجود رئيس الجمهوريه عم بيعرقل كل الامور الحياتيه والاجتماعيه للمواطنين. حتى بوجود الرئيس كانت تعرقل الامور كثير ويوقف العمل بمجلس النيابي وبطلوا ينزلوا على الوزاره، كان في عرقله. يعني اليوم
مش انتخاب رئيس بيقدم وبيأخر. أنا كلبناني هيك بشوف إنه يعني إذا بقينا على خلاف مثل ما نحن بكل لبناني بده يشوف بهذه النظرة، معناتها لشو رئيس جمهورية يعني. إحنا هذه السلطة الموجودة، هو الشباب اللي بنزلوا على الحراك هودي معهم حق إنه يبلشوا يشوفوا سلطة بديلة، يبلشوا يشوفوا ناس آخرين. يعني هذه السلطة إذا بدها تجدد نفسها وترجع ننتخب رئيس ونرجع نضلنا وبوجود مش قادرين إلا نمدد لقائد الجيش ونمدد لما بعرف مين ونمدد هذا الشغلات، مش لأنه ما في رئيس عم بيصير التمديد، صار التمديد أثناء وجود الرئيس. يعني هاي الشغلات مش عدم وجود رئيس، كل ما نحن يعني في منطقين في لبنان، في منطقة التسويات يلي عم بتقودوا الفئة المعتدلة اللي موجودة المسمية حالة وسطية ما بين. بس امبارح اللي حكي بالتسوية وضدها هو مش الناس المعتدلين، يعني كان في موضوع الترقيات. حضرتك يعني حضرتك ضابط كبير بقوى الأمن وبتعرف موضوع اليوم وقت واحد بده يستخدم مادة من مواد الدفاع تبع 1979 أو غيرها، بعلمك بتكون ماشي التسوية، بعد شوية كرمال شغلة بسيطة بيوقفوا التسوية وبيوقفوا عمل الحكومة. إيه نحن عم نقول أو في دستور يطبق أو في تسويات. نعم. من ارتضى نفسه يعمل تسويات سابقا هلا مش قادر يقول أنا بيتمسك بالدستور، لمن أنت مددت بالماضي للقادة الأمنية. ما هذا عم نسأل، لمن مددت للقادة الأمنية وين كان الدستور؟ وين كان على جنب؟ هلا عم نقول لا يجوز إلا عبر الشغلات الدستورية. يعني هذه وليد باك اليوم حكي فيها، قال هالتصريحات الهميونية شلونا منا حجة زكسكو بالعماد عون، واستغرب انه كيف اجهدت موضوع التسوية على الترقيات. ما عم يقصد هو الترقيات، عم يقصد انه كمان بتفعل عمل الحكومة اذا صارت الترقيات. يعني لو بيعطوا خبزهم للخباز، الجيش اللبناني ادارته وقيادته وقيادته لآليات الدفاع عن لبنان. نعم. لآليات الدفاع عن لبنان لحد الآن يشهد لها، يعطى الموضوع للجيش وخلي الجيش هو يلي يطلع بالحل. إذا عنده حل الجيش بيقترح ترقية 3 ضباط لأعضاء المجلس الأعلى، وبيقترح ترقية ألوية يكونوا برتبة لواء لقادة ألوية. نعم. وبيقترح لقادة إذا بدنا نكمل المجلس العسكري بدنا 3 ألوية، هذا ما هيك 3 ألوية فقط. نعم. ولكن في مجال لعدد من الألوية إنه يكونوا قادة الألوية أو يكونوا قادة أسلحة، قائد سلاح الجو، قائد سلاح البحرية، قائد سلاح المشاة. يعني في مجال بنعمل تسوية. يعني نحن بضل هذه الأزمة، يعني من ارتضى لنفسه يعني حط الدستور على جنب بالماضي، هلا بيقول لك دستور يعني أو تسوية تنمرق المرحلة بأقل الخسائر ممكنة، أو دستور بتيح فيهم لأنه مددوا المجلس النيابي ولا كان ولا مبرر للتمديد المجلس النيابي، وهو الشباب اللي عم ينزلوا الحراك معهم حق، ليش عم تمدد المجلس النيابي؟ السبب أمني؟ ما في سبب أمني. حتى الأحداث اللي كانت تجري بالشمال كانت محصورة بمنطقة واحدة بشارع واحد، وكان فينا هذا الشارع ينحصر وينعمل انتخابات نيابية. طيب بس جنرال تعرف حضرتك أنه اليوم الأحزاب هي مش أحزاب، هي طائفة، يعني أحزاب طائفية ما أحزاب سياسية، ورجال الدولة هنا رجال سياسي مش رجال دولة. ما كمان بتلاقي انه على الملأ، يعني اذا كان نزل 5% او 10% من المصر الشعب اللبناني، بس في عندك 70-80% من الشعب بيقول لك انا بتمثل بزعيمي. ايه نحن هاي الحالة موجودة، بس ما بتخوف الشباب اللبناني الجديد انه ينزل يقول انه احنا وصلنا لمحل ما عاد فينا نكفي هيك، والمسؤول هو السلطة السياسية الموجودة والتمديد لنفسهم بهالطريقة مرة واثنين. وما بعرف هلا كيف بدك تعمل قانون انتخاب؟ يعني هالأزمة كيف تقدر تعمل قانون انتخاب؟ هني لترجم لهم طموحاتهم أو أحلامهم. أنا ما في يسلم لنفس السلطة أنها تعمل قانون انتخاب واللي هي مددت خوفا من قانون انتخاب. مين بدي يعمل قانون انتخاب؟ خوفا من قانون انتخاب. أنا هذا الحراك بأمل أنه ينظموا حالهم ويقدروا يعملوا مطالب اجتماعية وما يدقوا بالسياسه اللي بتفرقهم، السياسه الميثاقيه بتفرقهم. نعم. يعني خليهم، لانه حتى الميثاق وقت بدقوا في ايه يعني استنفر الغرائز، يعني ما بدنا، خليهم يمشوا بمطالب اجتماعيه ويراكموا مطالبهم ويعملوا يحثوا الدوله على استلام قضاياهم، يقدروا يطلعوا. يعني اليوم
في الحوار الوطني عم بيصير استجابة للمطالب اللي عم بتكون. يعني إذا قدرنا نحث الدولة توصل لمكان صح بمبدأ التسويات، بمبدأ التسويات اللي خلينا نمشي فيه، خلينا كلنا نقول نقبل فيه تنمشي المرحلة للوصول إلى وضع أنه أن يتم قانون انتخابي سليم. قانون انتخابي ما بده شيء، بدناش ندور على قانون انتخابي، خلي يستفتوا الناس على قانون انتخابي. فرق ما نستفتي الناس على رئاسة جمهورية، وهذه شغلة بدها تعديل دستوري. نعم. فليستفتى الناس فقط على أي قانون انتخابي تريدون. إذا كان الإجماع على أي قانون، إن كانوا أكثري أو فردي أو دائرة فردية أو نسبية أو نسبي محافظة أو نسبي 15 دائرة مثل ما بيعملوه. طيب بس ما بدك الوعي الكامل عند الملأ. أنا هذا اليوم إذا شفت الحزب القومي، الحزب الشيوعي، هؤلاء أحزاب علمانية عم بيلاقوا حالهم مضطرين يكونوا بمطرح ما بمطرح طوائفي لحتى كمان يقدروا يقلعوا. بقى هالناس ما بدك وعي لتعرف شو هو النسبة، شو هو الدائرة الفردية وشو هو الدائرة الأكثرية، ترجع على الطوائف، ترجع كل طائفة بتملي على نفسها. عندما تطرح مجموعة قوانين بالأرض، حضرتك بدك تروح تحط هالورقة انك تصوت لقانون معين. نعم. اي قانون بدك اياه، ما بدك تسأل. هون دور الأحزاب. نعم. دور الأحزاب انها ترشد هالناس بس، ولكن وضع الآلية اللي بعدهم مختلفين عليها، ان يكون الشعب اللبناني يستفتى، الشعب اللبناني حول اي قانون تريدون، والقانون اللي بياخذ يعني هاي فكره مطروحه اكثر شيء يمشي. في حلول ثانيه، اليوم في خلاف، ليش ما بينشا مجلس الشيوخ يكون مجلس طائفي يمثل الطوائف ويتم الانتخاب؟ هن كل شيء عملوه الا مجلس الشيوخ وفق القانون الارثوذكسي يلي جرى توافق اكثريه اللبنانيين عليه، يكون الانتخاب مجلس الشيوخ فقط، ويكون الانتخابات النسبيه على صعيد لبنان كله لمجلس غير طائفي. ما هني بعض الطائف ما عملوا مجلس الشيوخ لتدل الأحزاب اللي هي بالنتيجة طوائفية، لتدل هي يعني مسلطة على الشعب، لتدل الشعب عاجي لألا. أنا أقول أنه إذا استفتي الشعب اللبناني حول أي قانون، هالناس بدها تركض للأحزاب تسأل، وبتركض لجهابدة قوانين وناس. نعم. تسألهم أنه منين، من أي قانون أنا بصوت له، وخلي يكون هذا القانون أساس. يعني فكرة مطروحة إن شاء الله بتثقفوها. مثلا جنرال ناجي ملاعب، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام، نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار.